نبدأ بقى ايه دلوقتي في جزء الستايلينج. فبالنسبة بقى للستايلينج، خلونا بقى كده. اول حاجة الصورة بتاعت الاندرويد اللي قدامكم دي هي كانت شفافة شوية. طب ليه شفافة شوية؟ عشان خاطر بس ما تخبيش على الكلام. ففي عندي اتريبيوت لذيذ كده اسمه الفا، وبيكون مثلا ما بين الزيرو والون. يعني زيرو دي بيكون اللي هي مختفية خالص، ون اللي هي توتالي فيزيبل، فهي باي ديفولت بتكون ون يعني زي ما انتم شايفين. فاحنا مثلا ممكن نعمل حاجة زي 0.2، فهتلاقيها طلعت بالشكل اللطيف ده. وبعد كده بقى الايمج فيو التانية بتاعت جوجل اظن شكلها حلو، بس هي محتاجة تنزل تحت شوية. فاحنا ممكن نعمل حاجة كويسة، نيجي هنا عند الكونسترينت لاي اوت الاساسي، وهنعمل او هنستخدم الاتريبيوت اللي اسمه بادنج. وقلنا البادنج ده بيدي مساحة داخلية، والمارجن بيدي مساحة خارجية. يعني لو جيت عند الكونسترينت لاي اوت ده وعملت مثلا بادنج، بادنج بس اللي هي اول اتريبيوت دي، ده كده هيدي بادنج من الاربع نواحي. وايه الاربع نواحي بتاعت الفيو؟ هي الستارت والاند والتوب والبوتوم. فهختار البادنج مثلا واكتب 16 دي بي، فهلاقي ان انتوا زي ما انتم شايفين في بقى في مساحة داخلية هنا لكل الفيوز اللي جوه هنا، عشان ده اصلا الكونتينر الاساسي. فبالنسبة بقى للتكست فيو بتاع جوجل ده، ممكن نعمل هنا التكست سايز مثلا 24 اس بي، وهنديله مثلا كولر تكست كولر. التكست كولر بتاعنا مع الهكسا، فاحنا هنكون هنا مثلا هاش 3 زيروز، ده اللي هو اللون الاسود يعني. وبالنسبة برضو للتكست، ممكن برضو نديله هنا سايز 24 اس بي. نفس الفكرة للتكست فيو ده، هنا السايز 24 اس بي. نبدأ بقى ندي مساحة ما بين كل فيو والتاني. انا هرجع هنا تاني بقى للتكست فيو اللي عندي ده، وهبدأ هنا اديله مارجن طب ليكون 16 دي بي. وكل فيو والتاني بقى هنا هيكون عادي مارجن توب كفاية 8 دي بي، يعني عشان خاطر ما يكونش فيه فاصل كبير. وهنا برضو مارجن توب 8 دي بي. ما ننساش طبعا هنا التكست كولر هاش 3 زيروز. وطبعا انا شغال بالحاجات اللي هي باي ديفولت اي حد يكون مبتدئ بيشتغل بيها، وهقول لكم على الصح او ايه احسن حاجه تشتغل بيها الحاجه اللي قدامك دي. فاحنا طبعا حاجه زي كده اصلا مجرد ما هنخلص الديزاين العادي هنعمل فيديو هيكون فيه انك تسبورت تابلت، عشان خاطر ان الديزاين اللي قدامك ده هيشتغل على التابلت زي ما بيشتغل على الموبايل بشكل كويس. وهنترجم الابليكيشن ده عشان بس ما يكونش مجرد سيمبل ابليكيشن ديزاين بس يعني. ونيجي بقى عند التكست فيو اللي فوق، وبرضه هنعمل هنا لي تكست كولر هاش 3 زيروز اللي هي اللون الاسود. فلو انت جيت بصيت كده احنا شويه شبه الديزاين يعني، بس مع فرق ان جوجل دي كانت تحتيها خط وكان لونها لبني او لون اللينك عموما يعني. وبالنسبه بقى لل ان احنا دلوقتي الصوره دي هي لازقه هنا مع التكست، فاحنا عايزين ندي مساحه ما بين الصوره والتكست. فانا عارف ان انا عندي اتريبيوت، لو انا عندي عايز ادي مساحه بقى خارجيه للتكست ده، فانا هكتب هنا ايه مارجن. لان انت لو اديت هنا مارجن مثلا 16 دي بي، فانت كده هتلاقي ان الاثنين بيبعدوا مع بعض. ليه؟ لان انت بتدي المارجن ده للتكست فيو نفسه. وخلي بالك ان الصوره اللي عندك او الدروب الستارت ده هي كومبوننت جوه التكست فيو، يبقى انت محتاج ايه؟ تعمل هنا بادنج، وليكن مثلا بادنج هنا ستارت، وتدي مثلا 16 دي بي. فهنلاقي ان هو برضو زعل منها. فكان في هنا بادنج، في هنا اهي اهي الدروبل بادنج. سوري معلش كنت ناسيها. فدي الدروبل بادنج، بادنج بس. هو طبعا هيدي مساحه داخليه للموضوع كله يعني. ففي اصلا هم عاملين زي ما انت عامل دروبل ستارت، ففي دروبل بادنج، فانت كده بتدي مساحه ايه بعيد عن الدروبل بادنج، فهتلاقي جوجل بعدت هنا. ونفس الفكره ممكن نعملها بالنسبه للماونتن دي، بس كفايه اصلا عليها 8 دي بي يعني عشان خاطر ما تكونش مساحه كبيره يعني. فهنيجي برضو هنا دروبل بادنج 8 دي بي. طيب كده احنا خلصنا الديزاين ان جنرال. في الفيديو اللي جاي
هنتكلم على ازاي نحسن من الديزاين اللي عندنا ده.